نقدم لكم بزنس سبليت توكن الذي من خلاله تدفع المكافآت مقابل معظم المنتجات في ألتيما بزنس. أين يمكن استخدام توكن BSBP؟ يشارك التوكن BSBP إلى جانب VIP سبليت ويونسي سبليت في عملية السبليت الخاصة بألتيما. تحدث السبليت في سمارت وولت وفقا للقواعد القياسية. كلما زادت توكنات BSBP لدى المستخدم زاد حجم المكافآت المحتملة في ألتيما. يمكن طلب مكافآت مقابل الاحتفاظ بتوكنات BSBP يوميا، بالتالي من المهم أن تعيد في أي معاملة قادمة أو صادرة تحديد عمر التوكنات BSBP، وإذا طلبت المكافأة فإنها تصفر. كيفية البدء في عملية سبليت توكن BSBP؟ في البداية عليك سحب BSBP من لوحة التحكم. للقيام بذلك في حسابك الشخصي على موقع ألتيما بزنس، في القائمة اليسرى اختر قسم باي اوت، ثم اختر رصيد BSBP، بعد ذلك انقر على زر Next Step. تفتح لك نافذة تحتاج فيها إلى الإشارة إلى مقدار التوكنات التي تريد سحبها وعنوان محفظتك، يمكن أيضا نسخه من سمارت وولت. حدد عدد التوكنات المراد سحبها، ثم ألصق العنوان المنسوخة، ثم انقر على زر Transfer تحويل. كن جاهزا بعد ذلك لتفتح نافذة تحتاج فيها إلى إدخال كود المصادقة الثنائية. افتح تطبيق جوجل أوثنتيكيتر وادخل الكود الذي استلمته في التطبيق في الحقل المناسب. إذا نفذت كل الخطوات السابقة بشكل صحيح ستظهر لك رسالة تخبرك بأنه قد تم إنشاء طلب لسحب التوكنات بنجاح. انتهى الأمر الآن وقد قمت بدفع التوكنات BSBP. الآن افتح محفظتك سمارت وولت وفي قائمة الأصول المتاحة ابحث عن BSBP وانقر عليه. بعد ذلك انقر على سبليتنج. وانقر الآن على My Business Split Tokens للتحقق مما إذا كانت التوكنات الخاصة بك جاهزة لعملية السبليت. اعتمادا على عمر التوكنات خاصتك استرحالتها Ready for Claiming Reward إذا كانت التوكنات جاهزة بالفعل لعملية السبليت، أو Claim Reward والوقت المتبقي حتى تصبح التوكنات جاهزة إذا لم تنتهي الفترة الزمنية المطلوبة بعد. ارجع للخلف بالنقر فوق السهم الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة وانقر على Claim Reward إذا كانت التوكنات جاهزة لعملية السبليتنج. على هذه الشاشة يتاح لك الوصول إلى المعلومات التالية: My Business Split Tokens، عدد التوكنات BSBP في رصيدك. بعدها عندك Total Supply Business Split Tokens، إجمالي عدد التوكنات BSBP في البلوك تشين. بعدها Daily Reward هو العدد اليومي لتوكنات ألتيما الموزعة بين حاملي BSBP. Current Block تظهر لك الكتلة الحالية في البلوك تشين الحالي. Final Block تظهر الكتلة الأخيرة لعملية الهالفينج الحالية. My Estimated Reward القيمة التقريبية للمكافأة. في النافذة التالية يتعين عليك تأكيد عملية السبلتنج عن طريق تحديد المربع والنقر بعدها على زر Confirm للتأكيد. انتهى الأمر، لقد طلبت المكافأة بنجاح. تستطيع رؤية المكافأة التي حصلت عليها بالنقر على ألتيما في قائمة الأصول المتاحة. في نهاية الإرشاد هذا نلفت انتباهكم إلى قواعد عملية السبليت التي يجب أن تعرفوها عند العمل مع المنتج. أي معاملة واردة أو صادرة لتوكنات BSBP تؤدي إلى تصفير عمر جميع التوكنات. الحد الأدنى لعمر التوكن BSBP هو 24 ساعة، لذلك إذا طالبت بمكافأة وفي الوقت نفسه لديك توكنات غير جاهزة لعملية السبليتنج عمرها أقل من 24 ساعة، فسيتم إعادة تعيينها مع التوكنات المناسبة للحصول على المكافأة. بمعنى آخر، إعادة التعيين هو تصفير التوكنات، أي عمرها يصبح صفرا من جديد. لا تنسى المشاركة في السبليتنج وطلب المكافأة كل يوم. حظا سعيدا لك. إذا ظهرت لديك أي أسئلة أو استفسارات تواصل مع الدعم ونسعد بمساعدتك. شكرا، مع السلامة.